السنة يفاجئون جمهورهم وقام رتائي تكشف عن مشاكلها بلبنان. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع نورمار اللي نزل مقطع ريل على صفحته بالإنستغرام يجسد الأوضاع الصعبة اللي بتمر فيها بلده حاليا، وهالمقطع لقى إعجاب كبير من طرف الجمهور. نمر إلى لانا محمد اللي نزلت ستوري وبإيدها ورد اللي إجاها بعيد الحب. نمر إلى قمر تائفة، حاليا قمر بتمر بظروف جد صعبة بلبنان، وتعاطف معها جمهورها اللي ما بيحبوا يشوفوها وهي عم تبكي. وحكت قمر في آخر ستوريتها إنه هي بتواجه مشاكل كتير كبيرة بلبنان، وهذا الشيء اللي خلاها تبكي ويتورم عيونها. فالله يريح بالك يا قمر. هلا حبايبي، شلونكم؟ طبعا كلكم تدزولي انه قمر وين انتم مختفية وتفاعلي ويانا. اما تفاعلت وياكم اليوم لا على السناب ولا على الانستا، بس لانه اليوم اني اوكي، اليوم كله ما كنت بالبيت ابد، اليوم كله يعني قبل تقريبا ساعتين رجعت للاوتيل، بس لا طلعت مشوار انه انبسط ولا صورت اي شيء. اليوم كان عندي امور ثانية personality تقريبا شوية، والنفسية كانت صفر صفر بمعنى الكلمة، فمستحيل أصور لكم يعني، أصلا ما عندي مجال كان أصور ولا عندي وجهي يتصور بيه. أوكي،